نتعرف على بعض، انت كمان تعمل البيزنس بتاعك وانا اعمل شوبينج. يا خساره، ماليش حظ اسافر معاكي، اصل انا يعني لا مؤاخذه مسافر الصعيد وعازه بقى ونسوان بتصوت ونظام انت مالكيش فيه، بس يومين كده ولما ارجع بامر الله ابقى تحت الامر. مساء الخير. اهلا يا عبد العزيز بيه، ايه الشياكه دي كلها؟ والله يا باشا خايف اقول لك كنت نايم بيها لحسن تزعل. اقدم لك روان هانم. بونسوار. بونسوار. ايه بتفتكر ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا، اصلي بشبه بقلب الافلام في دماغي، اصلها عامله كده زي النجمات الامريكان جايين مصر كده سياحه وفنادق. I like your way. مين؟ عجبتني طريقتك. الله يصلح حالك. عبد العزيز بيه رجل اعمال شاي جدا وبيفهم في كل حاجه، والحاجات اللي ملوش فيها بيلقطها كمان كده. تلميذك يا باشا، وافضل طول عمري تلميذ صغير في الاكاديميه بتاعتك. هو ايه المصلحه بقى؟ مش بقولك. انت مالك في ايه داخل اكتف مود؟ مفيش نقعد نتعرف على بعض شويه، نتكلم، ندردش. بص بقى، الهانم عندها ليك مشروع تحفه، قريه سياحيه تحت الانشاء. وطبعا في مشكله في السيوله. ما انا فاهم بقى، ما هو لو مفيش مشكله هتشارك واحد زي ليه؟ ده الهانم لو شاورت كده بصباعها البهوات البلد كلهم يتمنوا، الا اذا كان الدوري بقى مرشحني ومزكيني جامد. شابوبا، يعجبني ذكائك. هو فعلا زيدان بيه مرشحك موت، وبيقول فيك بصراحه قصايد شعر، بس انا عندي تحفظ واحد بس عشان تشتغل معايا. بصي بقى، زيزو هيشيل عنك كل التحفظ ده. اموري. انا بصراحه موقفي حساس، ويهمني في شغلي السريه التامه. انت عارف الجرايد ما بتسيبش حد في حاله خالص اليومين دول، ده بخلاف علاقاتي ببعض الناس المهمه، عشان كده بيتحتم عليا السريه التامه. والسؤال دلوقتي، هتقدر على ده؟ ساعتك ولا كاني سمعت حاجه. بس انا كمان لمؤاخذه يعني ليا تحفظ صغنن قد كده، يعني يتيم. ايه هو؟ نفتح الموضوع ده لما ارجع من السفر، انا هغيب قد يومين كده بامر الله. او ماي جاد، على فكره انا بحب السفر موت، وكل اصحابي بيقولوا ان انا مسليه جدا في السفر. وفرصه نتعرف على بعض، انت كمان تعمل البيزنس بتاعك وانا اعمل شوبينج. يا خساره، ماليش حظ اسافر معاكي، اصل انا يعني لا مؤاخذه مسافر الصعيد وعازه بقى ونسوان بتصوت ونظام انت مالكيش فيه، بس يومين كده ولما ارجع بامر الله ابقى تحت الامر. والدوري بيه بقى يقدر يجيبني بتليفون صغير قد كده زي النهارده. So you have to go to sleep, you don't have much time. لا، ما انا ما ينفعش، اصلها مسؤوليه. طيب اتوكل انا على الله. ادينا كلام مع بعض بعدين بقى. ها ماشي يا باشا، سلام، تصبحوا على خير. مع السلامه. ايه في ايه اللي حصل؟ وقح فيري فيري attentive، ما عجبنيش بالمره. بصي بقى يا روان، بلا احبه بلا اكرهه، الراجل ده مع سيوله وهيحب يشاركك قوي، بس انت بالراحه عليه، هو واد حريص كده وبيفهم كويس قوي كمان. بس انت كبستاح تديك كبسه يا زيزو. مش فاهم يا باشا. يعني الست تقول لك اسافر معاك، تقول لها رايح اعزي، ما تقدرش تاخدها معاك ليه طيب؟ رايح يا باشا، وانا تلميذ دي خبره وجاي تستقطعني؟ وبعدين الشوبينج بتاعها ده هيكلف له اكتر من 10,000 دولار، وانا يا باشا زي ما انت عارف بلم القرش على القرش وبحرم نفسي باللقمه. بس الست دي جامده قوي يا زيزو. جامده على نفسها. زيزو خلي بالك، الست دي امرها بيهمني جدا. وبعدين شكلك مش عارف كانت متجوزه مين اصلا. كانت متجوزه مين يا باشا؟ دي كانت مرات كمال الديب. طبعا الاسم ده عدى عليك من قريب. وزير التربيه والتعليم؟ ايوه السابق يا زيزو. هما الراجل طول النهار يا عيني عمال يطلع وابناء الطلبه، ده طلع بفضيحه يا باشا في الاخر. احنا مالنا؟ لا مالنا، ده ايه؟ ده مش بعيد يكون حال القريه بتاعها ده موقوف بسببه. وارد، بس احنا هنسلك الموضوع برضه، وبعدين انا مش هسيبك. بص يا باشا، انت اقرب ليا منها مليون مره، ومصلحتك فوق راسي وعلى رقبتي، بس انا عايزك بقى تجيب معايا من الاخر وتفهمني ايه نظامها. بص بقى، انا هشرح لك. الانتخابات اللي جايه هتبقى معركه كبيره جدا، داخل فيها اللي ليه واللي ملهوش فيها، يعني في ناس كتير جدا عاملينها سبوبة كده عشان يدخلوا يتراضوا وبعد كده ينسحبوا. ده غير بقى مصاريف الحملة زي ما انت عارف، والتسليكات اللي في الحزب،
يعني مش معقولة هعرف أخش الانتخابات وأنا مشارك في قرية سياحية كمان. الله، يعني سعادتك محتاج الكام مليون اللي حطيتهم في السياحة مع روان عشان الانتخابات؟ تمام كده، والقرية هتسلك. أنا برضو كنت متأكد إنك مشبعت الميزك. أبيعك ليه يا زيزو؟ وبعدين مشروع القرية السياحية ده مشروع مضمون، وأنت شايف أهو السياحة ابتدت تشد حيلها. طب لما هو مشروع مضمون وست روان دي جامدة قوي كده، عض قضيها ليه؟ ما تسلك هي نفسها. لا، الكلام ده بقى في التفاصيل هي تقوله لك، بس خلي بالك دي قفشة منك من آخر مرة. ها بص، أنت خد ودي معاها في كلام عشان بس نفهم الموضوع في الأول. أتصل أحدد ميعاد؟ اتصل. صباح الفل يا عسلة. لا ده انت طلعتوا ناس هنا يا بت متدلعين على الاخر. خف مش كده على الصبح. الله، بدلعك شوية. فالجر، ايه الاسلوب اللي انت بتتكلم بيه معايا؟ ايه بت دي؟ فالجر يا رحمك، ما تخليها مبسطة بقى وكلمني زي ما بكلمك كده. خليني اعرف اتاكتك واشوف هشاركك ازاي في المخروبة دي. يا حبيبي يا زيزو، انا مش بتكلم على اسلوبك معايا، اتكلم براحتك، انت كده عاجبك. بس في المفروض الناس اللي بتتكلمي عنهم دول رغم شياكتهم حراميه. حراميه، مالك بتبص لي كده ليه؟ حراميه وهبيشه وبيكوشوا بالمليارات كمان، وما بس عشان ايدهم فوق محدش فايق طولهم. طب سيبك بقى من جو الحراميه والهبيشه والكلام اللي يوجع القلب، امسك سيجارتك قول لي ايه رايك في القريه. انا جبتك اهو عشان تشوف كل حاجه على الطبيعه. هو جو برضه، بس لو هيخسرني جنيه ما يلزمنيش. ومين قالك انه هيخسرك؟ الزن اللي انت عماله تزنيه ده معناه انك جايباني هنا عشان تغرزيني وتخلعي انت. بس انا موافق، موافق من غير ما تقعدي تبرري وتحوري وتعملي حبتين. اكسلنت، برافو عليك يا حياتي. بس لازم قابله بقى تفهميني على الفوله. فوله؟ جرى يا بنت مالك، انت عمرك ما اتكلمت عربي؟ ما تعرفيش المصريين بيتكلموا ازاي؟ ما تفك معايا روان. طب خلاص خلاص خلاص، I got it. قصدك يعني طولش النظام؟ طب ما انت حلو اهو، بتعرفي تقولي كلام. قومي بقى عشان ننزل المايه شويه كده نبلبط. طب استنى البس المايوه. مايوه ايه؟ هو انت كده مش لابسه المايوه؟ يلا بينا. يلا يا بتاعت ترعه.